جيريرو والتوزيع على القائمة الثانية. أوبا با 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 جول. خطف فادح في دفاع الروس. تختي تدفع الثمن أمام رونالدو. رافائيل جيريرو كرة في القائمة الثانية. أخذ كل وقت رونالدو في أن ينتظر الكرة ويضربها بالرأس في الزاوية اللازمة. نشوف الإعادة كيف كان رونالدو، كانت الكرة في المتناول، كيف أخذ رونالدو كامل وقته من أجل أن يضرب الكرة بالرأس أمام الحارس إيغور أكينفيف. جول أول لرونالدو وللبرتغال عند الدقيقة 8 من انطلاقة المباراة.